بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة عن الـ recent advances في الميكروسكوب. كهيستوري سريع للميكروسكوبي، ابتدى من حوالي سنة 1590. كان في اثنين أب اسمه زكريا جانسن and his son هانس جانسن، عملوا لنا التيوب اللي باينة قدامنا دي. سنة 1665 روبرت هوك عمل تعديلات في الميكروسكوب وعمل مجلة لنشر الصور اللي بيلقطها في الشكل اللي قدامنا دهوت. ده شكل الميكروسكوب اللي كان بيستعمله وما زال محفوظ لحد النهاردة في متحف واشنطن دي سي في أمريكا. أما إرنست أبي سنة 1872 فكان له دور كبير في الميكروسكوبي، اللي كان بيشتغل في شركة كارل زايس وعمل الميكروسكوب اللي قصدنا دوت، وكان له معادلة مشهورة هنتكلم عليها بعد كده اللي بتتكلم على الريزوليوشن بتاع اللايت ميكروسكوب. أما زيغموندي سنة 1903 تقريبا فاخترع لنا الألترا ميكروسكوب، وكان بيصل إلى ريزوليوشن حوالي 4 نانومتر. بعد في سنة 1932 جه العالم اللي اسمه فريدز زيرنيكي، كان كيميائي كيمست، واخترع الانفيرتد مايكروسكوب او اللي هو الفيس كونتراست مايكروسكوب. دوره انه بيساعدنا نشوف الكالرلس والترانسبرنت بيولوجيكال سامبلز زي في التشو كلتشر. اما بقى الالكترون مايكروسكوب فده كان سنة 31 واخترعوا ارنست روسكا وماكس كنول، عملوا لنا اول الكترون مايكروسكوب. الجديد في الالكترون مايكروسكوبي ان احنا سنة 81 تقريبا ابتدوا يفكروا يعملوا يستخدموا المادة على طول من غير فيكساتيف ومن غير اي كيميكالز تضاف عليها بعملية التجميد، وبنحطها على طول تحت الالكترون مايكروسكوب. ده سموه الكرايو الكترون مايكروسكوبي. الميزة بتاعته ان انا اقدر اشوف التيشوز في النيتيف ستيت، في الحالة الاصلية بتاعتها. السامبل بتبقى امبيدد في المية او في بفر، وبيحصل لها رابيد فريزنج تحت بريشر عالي وبنشوفها. ميزة الكرايو الكترون مايكروسكوبي انه بيستخدم كمية بسيطة من الراديشن، عشان كده ما بيعملش دامج كتير في السامبلز او التيشوز. دلوقتي ممكن ان احنا نقدر نوصل لريزوليوشن قريب من الاتوميك ريزوليوشن، عالي جدا يعني فيو انجسترومز. بيدينا 3D مابس للماكرو موليكيولز او جزيئات الكبيرة. كمان بيساعدنا ان احنا نشوف الانسيتو ستراكشرال بيولوجي. دي صورة من دراسة معمولة لسيلز بتاعت هيلا سيلز. هيلا ده سيل اسم سيل لاين بيستخدم في الريسيرش. عملوا لها انفكشن بالكلاميديا، كلاميديا بكتيريا، بيشوفوا بيدرسوا ايه الخلية بتعمل ايه لما بتبقى انفكتد بالبكتيريا، ويشوفوا ايه التفاعل بينهم في المعمل. اما في الفلوريسنس انتجريتد تم او ترانس باختصار تم اختصار ترانسميشن الكترون مايكروسكوبي، فده ليزر سكانينج كونفوكال مايكروسكوبي. بنجيب الصوره بتاعته بتاعت الكونفوكال مايكروسكوب، وهنشوف بعد شويه يعني ايه كونفوكال. بنجيب الصوره بتاعته بمصبوغه بفلوريسنت سبستانس، وبعدين بنصور نفس العينه بالالكترون مايكروسكوب، ونعمل كومبينيشن ما بين التو ايمجز فوق بعض. نعمل اوفرلاب للتو ايمجز بالفوتوشوب او ببرنامج تصوير يقدر يعمل لنا اوفرلاب ما بين الصورتين زي ما هنشوف دلوقتي. ادي الصوره اللي فوق هنا، دي صوره الالكترون مايكروسكوب اهوت، والصوره اللي تحت جبت صوره الكونفوكال مايكروسكوب بالفلوروسين وحطيتها فوق التانية بحيث يحصل اوفرلاب ما بين التو
images ببرنامج كمبيوتر، وده سموه فلوريسنس انتجريتد ترانسميشن الكترون مايكروسكوب. بعد كده لما لقوا الالكترون مايكروسكوب بيشغل حيز كبير ويعني عامل دوشه في المكان ويعني كبير في الحجم بتاعه، اخترعوا جهاز تاني بيشتغل بلو فولتج، وميزته ان هو صغير في الحجم زي ما احنا شايفين، ممكن يتحط بسهوله على بنش على ديسك زي كده. من كام سنه عرضوا الجهاز دوت في امريكا بحيث تقدر تستخدم الكترون مايكروسكوب زي ما بتستخدم اللايت مايكروسكوب كده، ومتوصل بشاشه كمبيوتر هنا عشان يبين الصور بتاعته. بيدينا الجهاز ده بيدينا هاي كواليتي ايمج، وبتبقى ممكن يستخدم كماونت او يستخدم كديسك توب مايكروسكوب او الميكروسكوب العادي خالص. برضو بس عيبه الريزوليوشن بيوصل لاثنين او ثلاثة نانومتر بس، لكن صوره ممتازة وكواليتي بتاعتها عالية، ويعتبر برضو تطوير للإلكترون مايكروسكوب. اما سنة 81 فاجئنا تو ساينتست اسمهم جيرد بينينج وهنري شورر، دول كانوا بيشتغلوا بتمويل من شركة اي بي ام، واخترعوا لنا اول سكانينج تانلينج مايكروسكوب، اول سكانينج يسموه سكانينج تانلينج مايكروسكوب. ده بيبين لنا صوره 3 ديمنشنال ايمجز للاوبجكت قريب من الاتوميك ليفل. السكانينج الاس تي ام السكانينج تانلينج مايكروسكوبي بيعتمد على تيب او حرف من فوق بيطلع الكترونز، الالكترونز دي بتطلع من التيب ده وتنزل على السامبل تحتها بحيث انها تمسح السطح، وبتولد تيار كهرباء ما بين التيب وما بين السامبل. هذا التيار بيختلف شدته بحيث كل ما بتتغير المسافة من التيب الى السامبل، كل ما بتقرب من السامبل يزداد شدة التيار، كل ما تبعد كل ما يقل شدة التيار، وبناء على ذلك بترسم لنا الصورة طبق الأصل للأتوميك ليفل بتاع العينة. هنشوف دلوقتي فيديو كليب أهو، اتفرج معايا كده لما نشوف اللي بيحصل. ده هنا الجهاز السكانينج تانلينج، هنبص على التيب بتاعته، بص معايا هنا تيب of the microscope scanning tunneling، دي اللي بتطلع لنا electrons. الحرف بتاعها بيتكون من سنجل اتوم. هنشوف دلوقتي وهي بتعمل ايميشن او بتطلع الالكترونز. الالكترونز بتطلع من فوق لتحت بتولد تيار، شايف التذبذب او الليفلز اللي طالعه نازله دي، دي بيقودها الديتكتور بتاع الجهاز وبيحولها الى صوره، بيدينا بعد كده صوره. الصورة دي بتوصل للأتوميك ليفل، بترسم الجزيئات والذرات بدقة متناهية. هذا الجهاز حصل أو اللي عملوه التو ساينتست اللي عملوه حصلوا على جائزة نوبل في نتيجة لاقتراحهم للجهاز. السكانينج تانلينج مايكروسكوب دي مثلا احد الصور لايرن اتومز، دي السنون او البروزات اللي طالعه دي عباره عن جزيئات ايرن اتاتشد لكابر سيرفيس اللي تحت السطح اللي تحت ده كابر، واللي فوق دول جزيئات ذرات الحديد. بعد كده جيرد بينينج نفس الشخص اللي كان مشترك في صناعة أو invention بتاع الـ scanning tunneling microscope، عمل الـ atomic force microscope ونشره في 3 مارس 1986 في البيبر ديت. الـ atomic force يختلف شوية عن الـ scanning tunneling microscope، فإن بيستخدم حاجة اسمها الكانتيليفر اللي هو السلاح الأزرق دوت، السن الميتاليك دوت، وبيبقى له تيب رفيع جدا، برضو بيبقى حساس قوي لسطح السامبل. بفكرة الجهاز انه بيعمل سكاننج للسامبل، السامبل كده بيبقى طالعه مثلا عليها تعريج السطح دوت،
والتيب ده بتاع الكانتليفر ده هوت بيتحرك طالع نازل على حسب الارتفاعات اللي موجودة في السامبل. بعد كده في طلوعه ونزوله بنسلط عليه شعاع ليزر من فوق وبيعمل لنا ديفليكشن أو بيصور العينة, بيصور السامبل بالديفليكشنز بتاعت الكانتليفر, بيطلع لنا صورة مبنية على التذبذب بتاع الكانتليفر. ده شكل الاتوميك فورس مايكروسكوب, وده فيديو كليب برضو تشوف معايا كده بسرعة. الجهاز في جزء معدني فوق ده بيتفك من بعضه وبطلع الكانتليفر اللي هو السن الرفيع الحساس. شوف معايا ايوه, هو هنا بيقلب القطعة فوق وبعدين هيفك منها الكانتليفر اللي عليه شريطين ازرق دولت. ده عليه حته قطعه معدنيه صغيره جدا بيفكها بالمفك دوت عشان يطلع الكانتليفر ويركب عليه عينه من العينات اللي هيفحصها. ده هو ده الكانتليفر اللي بيفك ده. طبعا ممكن هنا عشان حساس قوي بيخاف احسن يلمس السطح الرفيع او ده, هو ده الكانتليفر. تطبيقات الاتوميك فورس كتيره جدا في الميديسن, نقدر نسجل بيه ونفحص بيه عينات سامبلز تيشو كتيره وخاصه الجزيئات اللي على البيولوجيكال سامبلز. نقدر نتعرف على النانو ميكانيكال فينجر برينتس للخلايا النورمال والابنورمال ونشخص به او نستخدمه كماركر للكانسر مثلا والديزيزز الاخرى. اما المسمى اللي اسمه الكونفوكال مايكروسكوب ده ابتدى من سنه 55, كان في عالم لما كان طالب لسه في الجامعه سنه 55 اخترع الكونفوكال مايكروسكوب اسمه مارفن مينسكي. مارفن مات سنة 2016 السنة اللي فاتت, وده يمكن أحد التسجيلات اللي لقيتها له موجودة على الإنترنت. كان بيتكلم على اختراعه للكونفوكال مايكروسكوب. الكونفوكال مايكروسكوب هو راسم هنا الرسمة بتاعته على اليمين, أشوف أنا أوريها لكم بصورة أوضح هنا بطريقة فيها شوية أنيميشن. ده السورس بتاع اللايت, وده في الكونفوكال دلوقتي بيستعملوا ليزر عشان يتسلط على مراية, المراية بتنعكس عليها وبعدين بتودي الضوء من خلال الأوبجيكتيف يوصل لحد السامبل. لما بتوصل للسامبل بتنعكس تاني ترجع اهو, لما بترجع وتعدي من خرم ضيق هنا او فتحة ضيقة بيسموها البين هول. البين هول دي مهمة جدا في نظرية الكونفوكال مايكروسكوب. ايه فكرة ان يبقى في فتحة ضيقة هنا؟ البين هول فكرته ان الضوء لما يعدي منه ما بيعديش غير الضوء اللي جاي من ليفل واحد. الليفلز الاخرى بتاعت السامبل في السامبل مهما كانت سمكتها بتبقى تخينة بالنسبة للإشارة اللي خارجة منها أو الصورة اللي جاية منها. لكن لما أجي أخد سينجل ليفل من هذا السامبل أقدر أشوف صورة أوضح وأدق للعينة بتاعتي, وهي دي فكرة الكونفوكال مايكروسكوب. بشوف سينجل ليفل واحد بس من العينة بتاعتي مهما كانت تخينة أو رفيعة يقدر يصورها ويطلع لي منها صورة واضحة جدا على الميكروسكوب. تخيل معايا كده عينتين, ده بالليزر سكانينج كونفوكال مايكروسكوب. هنا بيكشف او بيديتكت سينجل ليفل اللي خط الرفيع ده, بيبين لي ايه اللي على الليفل ده فقط, بينما في الوايد فيلد مايكروسكوب بيكشف لي العينه كلها, بيدخل فيها شعاع ضوء ويطلع لي صوره الى حد ما مهزوزه ومش واضحه زي الوضوح بتاع الليزر كونفوكال مايكروسكوب. بعد كده جه واحد اسمه يوكوغاوا عمل ديسك
قرص كده عشان يطور بيه الكونفوكال مايكروسكوب. هذا الديسك بيحتوي على آلاف يعني thousands أو 20,000 ممكن من البين هولز والمايكرو لينسز، عدسات صغيرة بين هولز، فتحات صغيرة فوق، وهنا بتبقى فيه مايكرو لينس فوق عفوا، وتحت فيه بين هولز صغيرة، وبيعدي منها شعاع الضوء بحيث تدي تركيز عالي للإضاءة وصورة أفضل. وتقدر كمان تصور لنا على أفلام، تقدر تصور بيه أفلام كاملة للسامبلز العينة بتاعتنا، نسجل منها موفيز. تطوير مهم للكونفوكال مايكروسكوب. جه بعد كده نسيبنا من نخرج من الكونفوكال، نتفرج على حاجة اسمها المالتي فوتون فلوريسنس. المالتي فوتون فلوريسنس طريقة باورفول جدا في الاوبتيكال مايكروسكوبي عشان اعمل حاجة اسمها اوبتيكال سيكشنينج. اوبتيكال سيكشنينج معناته ان انا من غير ما اقطع العينة بقطعها فيرتشوال. يعني ايه فيرتشوال؟ يعني بركز على ليفل واحد من العينة بالضوء الليزر بتاعي، واقدر اوصل على اصور منه سينجل ليفل من غير ما اقطعه. وده تطوير هايل جدا ورائع جدا للمايكروسكوبي والمايكروتكنيك بصفة عامة. It is convenient، ده مريح جدا عشان minimize البليتشنج اللي بيحصل للفلوروفورز او الفلوريسنت ماتيريال، ما تموتش او العينة بتاعتي تضيع منها السيجنال. كمان بيبقى less damaging للتشو اكتر من الكونفوكال، وبعدين بيبقى ايديال مفيد جدا للليفنج سبيسيمنز. اقدر اكشف بيه على ليفنج سامبلز، خلايا حيه، سواء في التيشو كالتشر او في الانيمال وهو عايش. التو فوتون اكسايتيشن ده احد نماذج المالتي فوتون، وده فكرته بترجع لسنه 1931، كانت ماريا جوبرت بتعمل رساله دكتوراه، وهي اول واحده فكرت في التو فوتون اكسايتيشن مايكروسكوبي. ما حدش طور الفكره دي الا في السنوات من قريب، في الفتره الاخيره في ابتدوا يطبقوا وينفذوا الفكره فعلا، ونجحت في انها توصل الى مسافه جوه التشو غير الاضاءه العاديه. الاضاءه العاديه مشكلتها انها ما بتقدرش تعمل بينتريشن للتشو. في التو فوتون اكسايتيشن مايكروسكوبي اقدر اوصل لمسافه اطول جوه التشو. ازاي؟ عن طريق ان انا بعمل اتنين فوتون بضربهم ورا بعض. ده الفوتون الاولاني بيوصل يخبط الالكترون، يقوم يزقه الى مسافه معينه يديله انرجي، وبعدها يجيله الفوتون الثاني يعمل له اكسايتيشن ثاني يقوم يخليه ينور. يعني ايه؟ نقول ثاني، التو فوتون اكسايتيشن مبني على الفكره انه الفلوريسنت ماتيريال، الفلوريسنس ماتيريال اللي بتطلع الضوء في الضلمه، لما بضربها بشعاع ليزر او ضوء بتعمل ايميشن للضوء، بتبقى الايميشن ده بيطلع بسنجل فوتون في الاضاءه العاديه. يعني جسيم الضوء بيعدي منه بيخبطه، بيخبط الالكترون فبيطلعه من المدار العادي، بيطلعه الى مدار طاقه اعلى، فبيبص في الحاله دي بيعمل ريليس للانرجي بتاعته، ويبتدي الماده تنور الفلوريسنت او الفلوروفور، الجزيء ده بيبتدي ينور يطلع نور. النور ده انا بكشف بيه السيجنال او المكان اللي انا عايز اتعرف عليه. طب ايه بقى فكره التو فوتون اكسايتيشن؟ التو فوتون مبني على ان انا كل ما بطول طول الموجه الضوئيه، يعني الموجه بتاعت الليزر الشعاع الضوئي، الموجه طالعه نازله كده، كل ما طول الموجه دي بيزيد في الطول، كل ما بستعمل يحتاج او كل ما بحتاج معاها فوتون بانرجي اقل. وعلشان كده انا محتاج اتنين فوتون مش واحده، لان الطاقه بتاعتها ضعيفه، فبحتاج اتنين فوتون عشان يوصلوا معايا على الموجه الطويله ديت. في الموجه الطويله دي ببعت الفوتون الاولاني بينشط الالكترون الى حد ما، وبعد كده يجي الالكترون الثاني يعمل له يوصله الى درجه الاكسايتيشن بحيث يوصل للمدار بتاعه ويدينا انرجي
تخلي السامبل تنور. ده في السنجل فوتون اكسايتيشن العادي للميكروسكوب العادي، وده في التو فوتون اكسايتيشن. طبعا انا هنا بقدر اوصل لمسافه اعمق داخل التشو. التو فوتون امبلويز تو فوتون ابسوربشن، ونقدر فيجوالايز ستراكشرز ديب وذين الثيك سامبلز، وبعدين بيبقى بيرفكت للان فيفو والان فيترو ستادينج او الايمجينج. لما عملوا التو فوتون ناس قالوا طب وليه ما نعملش 3 فوتون، نبقوا 3 احسن علشان اوصل لديب ايمجينج، ديبر ايمجينج اكتر. وفعلا الفكره نجحت. القضيه ان انا لما بستعمل الضوء العادي التردد الموجه بتاعته، الموجه بتاعت الضوء بتبقى قصيره، ومش حكايه قصيره وبس، بتوصلش معايا جوه التشو الى مسافه عميقه. حط كشاف على ايدك كده مش هتلاقيه نور اكتر، يا دوبك بيكشف سطح الجلد ما بيعديش. انما لما بستعمل مثلا، لقوا احسن موجه تعدي السامبلز هي الانفراريد. الانفراريد او المنطقه بتاعت الانفراريد عموما تقدر تعدي السامبل من غير ما يحصل لها ريفليكشن ولا ابزوربشن، ودي العقبه اللي في الميكروسكوبي اللي هو اللايت ميكروسكوبي لحد دلوقتي. لكن في الثري فوتون قدروا يوصلوا الى مسافه اطول. ازاي؟ زي ما شفنا في التو فوتون اكسايتيشن، زقيت الالكترود مره بسنجل فوتون، بسلط ليزر بثلاثه فوتونز متلاحقين ورا بعض، بيبقى في ثلاثة ايميشنز ورا بعض. الاولاني يخبط الالكترون يحركه لفوق، الثاني يكمل يزقه زقه بعدها، الثالث يحركه يوصله للمدار اللي بيطلع بيه الفلوريسنس اللي بيحتاج ان هو بيبقى فيوصل فيه. هنا بينور، بيخلي الجزيء ده ينور، وهنا قدرت اوصل الى مسافه اطول واعمق ان ديبث داخل التشو. الثري فوتون اكسايتيشن ده مثلا نموذج هنا، بقارن ما بين الوان فوتون البسيط او الكلاسيك القديم بالثري فوتون، شوف بينور لي او بيقدر يوصل الى بنتريشن عالي وريزوليوشن اعلى، برضه ريزوليوشن افضل. سيميلر للتو فوتون، لكن عندي ثلاثه فوتون زي ما قلنا بينتر اكت مع الفلوروفور سايمالتينيسلي بحيث ان هو يعمل ايميشن. نرجع للزمن لسنة 1873 لما إرنست أبي عمل لنا المعادلة دي. الخلاصة بتاعتها باختصار عشان ما أطولش، إن النتيجة بتاعت المعادلة دي إنه الريزوليوشن بتاع اللايت مايكروسكوب بتاعنا طالما بيشتغل بضوء، الضوء ما يقدرش يعمل لنا، يكشف لنا على ستراكشرز أكتر او عفوا اقل من ال 200 نانومتر، 2 من 10 او ربع مايكرومتر. ده الحد الاقصى اللي قاله ارنست ابي سنة 1873، وفضلنا مصدقين الكلام ده ومقتنعين بيه. ولكن في ناس بتحاول انها تكسر الجمود او الحدود ديت زي ما هنشوف في الميكروسكوب دوت، او في ده هنا السامبل الحدود الريزوليوشن بتاعه الاوبجكتس المختلفه في العين بتاعتنا بتوصل الى 100 مايكرومتر، في اللايت مايكروسكوب العادي بيوصل الى 200 زي ما قال، 200 نانومتر زي ما قال ارنست ابي، وفي الالكترون مايكروسكوب بيعدي تحت 1 نانومتر الى حوالي 1 من 10 نانومتر. لكن بعد كده عملوا اجهزه تقدر تعدي وراء ال 200 نانومتر. ازاي؟ هنعرف دلوقتي ازاي نجحنا في قريب جدا بعد سنة 2000 وشوية، عملوا اجهزة تقدر تعدي حد الريزوليوشن ده وتكسره. وصلت الى ريزوليوشن بالنانومترز، وسموا الجهاز بالنانوسكوب او باسماء اخرى مختلفة عن ده. احد النماذج اللي اتعملت، هذا الجهاز بيشتغل without lenses من غير عدسات. لا انا عايز ارجع عفوا تاني للسامبل، ايوه ده اسمه near field scanning optical microscope. هذا النير فيلد مايكروسكوب يقدر يصور لنا النانو ستراكشرز ويكسر ويعدي الستراكشر اللي فوق، الريزوليوشن يبين حاجات اكتر من 100 نانومتر او اقل من 100 نانومتر في الريزوليوشن بتاعته. الفكره ان انا بستخدم
التيب بتاعته بتبقى رفيعة جدا ما بين 25 و100 نانومتر. الجهاز كان باي باس يقدر يخترق او يعدي حاجز الديفراكشن ليميت اللي قال عليه ابي. كمان له اكستندد ريزوليوشن، لكن المشكله ان هو له بعض الليميتيشن لان صعب شويه في التطبيق بتاعه او استخدامه، فيه شويه صعوبه او مشاكل في الاستخدام. اللي جه بعده والتطوير الافضل اللي اتعمل كان باختراع من ثلاثه ساينتست، ستيفن هيل وويليام مورنر واريك بيتزيج. سنه 2014 اخذوا عليها جائزه نوبل باختراع جهاز اسمه الاستيميوليتد ايميشن ديبليشن مايكروسكوبي او ستيد مايكروسكوبي. هذا الجهاز زي ما احنا شايفين الصورة على الجنب هنا، اللي فوق دي صورة الكونفوكال العادي، بينما اللي تحت دي صورة الستيد مايكروسكوب. ده بيصور نيوكليوس، وواضح من النيوكليوس انه قدر يبين لي شكل النيوكليار بورز. نيوكليار بورز كان مستحيل ان احنا نشوفها باللايت مايكروسكوب، لكن هذا الجهاز قدر ان هو يعمل ريزوليوشن افضل. ازاي بقى الفكره بتاعته بتشتغل؟ الفكره بسيطه جدا لكن اخذت وقت طويل ومجهود. الفكره ان انا دي المنطقه دي اللي هي 200 نانومتر مثلا، 200 نانومتر كنقطه، اللايت مايكروسكوب العادي بيشوفهم كنقطه واحده، لو سلطت عليه اضاءه بينوروا ال 200 نانومتر كلهم مع بعض. ها طيب، الفكره بقى انا لو قدرت ان انا اعمل اضاءه لفيو من هذه المولكيولز زي كده، الثلاثه دول او الصف ده اقدر انوره واقدر اطفي الباقيين، يبقى انا هنا عملت اميزت او اقدر اميز ايه الاستراكشرز اللي داخل ال 200 نانومتر عن طريق الاكتيفيشن والدي اكتيفيشن للفلوروفورس. انور اطفي دول وانور دول، اطفي وانور وهكذا، يبقى كده اقدر اعمل ريزوليوشن. فكره طبعا هايله باستخدام شعاعين من الليزر، واحد بيعمل اكتيفيشن والتاني بيعمل دي اكتيفيشن، بيكتم على الفلوروفورس الموجوده ما تخليهاش تنور. ادي الفكره هنا، ده الجهاز اهو، نشوفه الميكروسكوب بيبقى فيه اكسايتيشن سورس، اضاءه ليزر بتنور السامبل، واضاءه تانية الحمراء دي بتكتم او بتطفي السامبل بحيث تعمل حاجه مدوره كده، يبقى فيها الاكسايتيشن سورس في النص، الموليكيولز منوره واللي حواليها ده بيبقى مطفي، تقوم تدينا فرق ما بين الحتت الرفيعه جدا اللي ما كناش بنشوفها باللايت مايكروسكوب. سموها الدونات اوف داركنس، وفي جزء بتاع ستيميوليشن العينه المنوره والعينه الثانيه بتبقى ديبليتد او مطفيه. طيب تعال ننقل اخيرا للتطوير المهم جدا في الميكروسكوبي اللي هو الانترا فايتال مايكروسكوبي. اظن بان من كلامي على التو فوتون والثري فوتون والليزر ان انا اقدر النهارده افحص عينات تقيله سميكه، يعني فيها سميكه فيها سمك كبير، اقدر توصل الى فيو مليمتر، مليمتر مش مايكرومتر بقى. انا مش بحتاج دلوقتي ممكن عينه احطها مش مقطعها ممكن بسكينه عاديه خالص من غير ما استعمل مايكروتوم واحطها وافحصها. غير كده انا ممكن احط الميكروسكوب على طول دايركتلي على السكين بتاع الانيمال او على سطح جلد الانسان، واقدر اصور ايه السيلز اللي تحتيه. ده انترا فايتال مايكروسكوبي بقى، ده التطوير الكبير جدا في الميكروسكوبي. اقدر اكواير ديب ايمجز انسايد الانيمالز او انسايد الليفنج اورجانيزم. ده مبني على تطوير في الكونفوكال سكانينج مايكروسكوبي. الانترا فايتال له هاي امباكت في الايرلي ديتكشن اوف كانسر، ممكن استخدمه للكشف على السرطان بسهوله. ممكن اعمل لايف ستاديز، يعني ستادي على كائن حي في مكانه من غير ما اموته او اقطع منه بايوبسي. كمان اقدر اعمل امبروف الفهم بتاعنا ونعمل دراسات افضل على الباثوجينيسيس اوف فيريس ديزيزز،
كمان اقدر يساعدني في التريتمنت، في علاج الامراض او في التجارب اللي بنعملها على الادويه عشان اشوفها بقد ايه هي بتعمل تارجتنج للانفكشنز او للتيومرز الاورام، نقدر نصمم بيها ادويه افضل، نعمل بيها ابحاث احسن، تفرق طبعا كتير. كذلك واحد من الجراحين ممكن يستخدم الانترا فايتال مايكروسكوبي عشان يشوف هو قطع التيومر مظبوط ولا ساب منه جزء، عشان يبقى فيه سيفتي مارجن، قطع مكان التيومر بالظبط ما يسيبش منه ولا حته تكون يشتبه ان فيها تيومر. ده احد الاجهزه اللي طلعت السنه اللي فاتت في يناير 2016. علماء او ساينتست من جامعه واشنطن وستانفورد عملوا لنا حاجه اسمها المينياتشر ان فيفو مايكروسكوب، وده عباره عن ميكروسكوب صغير زي ما انت شايف في الصوره، بيستخدم علشان تو ديتكت او دايجنوز، بنشخص بيه الكانسر والامراض في العياده او في الاوبريتنج روم، ولكن محدود الى حد ما في حدود، يعني الايمج كواليتي بتاعته اقل شويه، والبرفورمانس النهارده احنا بنتكلم سنه 2017 الريزوليوشن مازال ضعيف شويه، مش كتير لكن فرق وعمل صوره هنشوفها دلوقتي. ادي الصوره بتاعت المينياتشر ان فيفو مايكروسكوب، بنقارنها بالصوره بتاعت الستاندرد مايكروسكوبي اللي تحت، ده النظام الكلاسيك اللي تحت بالملون ده، وده الصوره بتاعت المينياتشر ان فيفو مايكروسكوب، ده ريل تايم مايكروسكوب في الصوره بتاعته، بنصور السكن، دي مثلا صوره الهير فوليكلز، صوره الابيثيليوم اللي موجود، النيوكلياي بتطلع بالشكل ده، اكيد استفاد اقدر اعمل ديتكشن هل السكن على الاقل السكن اللي قدامي ده باين نورمال ولا ابنورمال، النيوكلياي الارينجمنت بتاعها، السيلز اللي فيها. النهارده بنتكلم في حاجات بدائيه كده بتبتدي دايما بشكل بدائي وبتتطور الى بعد كده، اكيد هتتطور وهيبقى فيها كلام تاني في المستقبل. اخر حاجه عايز اتكلم عليها الاوبتيكال سلايسنج اللي برضو لمحت عليه شويه في السابق. ده انيمال مثلا زي الفار ده، ممكن النهارده لو قطعنا حته من البرين بتاعته ممكن زي كده، دي اتعملت في بحث سنه 2015، ونشوف كده الكليب ده مصورين جزء من المخ الماوس وعاملين فحص كامل لكل السيلز او النيورونز والمايكروجلايا اللي موجوده داخل البرين بتاعته، تصوير كامل كامل كامل، مفيش اي حاجه فيه ناقصه، بتصوير 3D متسجل بالكمبيوتر قابل للقياس والدراسه والتداول العلمي بعد كده، في طموح طبعا اكيد في يوم من الايام كل التيشوز بتاعت الهيومن والانيمال هتتحط على افلام زي كده ويتعمل لها كاركترايزيشن ومابينج كامل للدراسات بعد كده. ايه اللي انا اتصوره كرؤيه شخصيه بعد ما عملنا التوتوريال دوت؟ انه التراديشنال هيستولوجي تولز زي المايكروتومز اللي موجوده في معامل الهيستولوجي والباثولوجي وغيرها، والكرايوستاتس والكيميكالز اللي بنستخدمها اكيد هتتغير وممكن تختفي تماما ديسابير من المعامل بتاعتنا، وهنستعمل المودرن مايكروسكوبي زي ما شفنا بنحط الميكروسكوب على الانيمال كله من غير ما اقطع منه حاجه ولا اعمل، فده انجاز هائل جدا، وده اكيد هو ده اللي هيحصل في السنين اللي جايه. كذلك ال 3 دي هيستولوجي ايمجينج لكل التيشوز لازم هيكون افيلابل قريب. الاوبتيكال سلايسنج التقطيع بالميكروسكوب من غير ما اقطع تيشو، فيرتشوال سلايسنج اوبتيكال سلايسنج ده للديب تيشوز هيقدر يساعدنا ان احنا نفحص العيان او نشخص بيه من غير استخدام الكونفنشنال بايوبسيس، يعني مش هيبقى في حاجه اسمها بايوبسي. ضيف على كده ان لو استخدمت الانترافايتال مايكروسكوبي مع الاندوسكوبي في وقت واحد، يعني اجيب المنظار الاندوسكوب مع واركب عليه مايكروسكوب من اللي احنا شفناه كونفوكال، يبقى اكيد اقدر اصور بيه جوه اي اورجان، احطه جوه البريتونيوم، ادخله جوه الاسوفيجاس، اوصل بيه للاستومك، اعدي بيه جوه فين او بلاد فيسل،
اكيد ده هيحصل قريب جدا، وهقدر اصور صور رائعة واقدر اتفرج واعمل دراسات توصل الى اي مستوى في التصوير والبحث والدراسة. اخيرا السؤال اللي عايز اساله، بعد ما وصلنا للاتوميك ريزوليوشن، واتس نيكست؟ ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الله اعلم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.